مع طبيبك اليوم معا لصحة أفضل. ونتواصل حديثنا المستمر دائما عن الجراحات الخاصة بمرضى البدانة. أنا قلت مرضى لكن دايما أنا بفكر نفسي وبفكركم إن البدين ليس مريض إلا إذا ترك نفسه إلى أن يصل إلى درجة المرض. هو شخص عاداته الغذائية غير طيبة، عاداته الغذائية مش كويسة، هو ترك نفسه لهذه العادات الغذائية تتحكم فيه وأطلق العنان لشهوته تجاه الأكل. هو لابد لما يحس أن وزنه ابتدى يزيد أن هو يتوقف أو يصلح عاداته الغذائية من نفسه أو يتواصل مع أحد الأطباء المتمرسين أو المتخصصين في إصلاح العادات الغذائية حتى يصل إلى وزن طيب. الشخص اللي هو عنده بدانة، عنده زيادة في الوزن، إذا ترك نفسه بدون دايت، بدون رجيم، بدون إصلاح عاداته الغذائية، هيصل إلى مرحلة أنه بقى مريض محتاج علاج. بقى عنده مريض سمنة، مريض ضغط، مريض سكر، مريض تصلب شرايين، عنده مشاكل في الركبتين وفي مفاصل الحوض. عشان كده دايما ما بنحبش اي حد من اللي بنحبهم يوصل لهذه المرحلة. احنا عندنا في الوقت الحالي عمليات كتيرة، لكن في الوقت الحالي في عمليتين ثلاثة هم الاكثر شيوعا واكثر استخداما. لكن ارجع مرة اقول مقولتي الشهيرة، ان انا اوصل الى وزن طبيعي او شبه طبيعي عن طريق الدايت، عن طريق الرجيم، عن طريق الرياضة، عن طريق ان اتحكم في قدرتي على مقاومة الاكل، افضل 100 مرة، ولكن افضل مش 100 مرة، 1000 مرة من اني اعمل عملية. في النهاية هي تدخل جراحي، هي تغيير في خلق الله اكيد طبعا، هي اهم من كده بتعرض لمشاكل في التقدير او ما شابه ذلك. عشان كده مرة اخرى انا بؤكد واعمل ضغط جامد على كلمة ان التخسيس او الرجوع الى الوزن الطبيعي او شبه الطبيعي حتى افضل 1000 مرة من اني الجأ الى التدخل الجراحي. انا شخصيا ما بيجي لي حد في العيادة طالب تدخل جراحي لازم استنفذ معاه مراته في التخسيس عند احد الاطباء المتمرسين في التخسيس. اذا هو ما قدرش يخس او اذا خس ورجع وزنه زاد مرة اخرى، بقى طالع نازل في الوزن زايد يويو كده، فهذه الحالة مبقاش في بد او بقى شر لابد منه ان انا اعمل جراحة. الجراحة دي انا بقول هي شر لابد منه، لكنها فايدتها في الناس اللي هم مش قادرين يخسوا بتكون خير ان شاء الله عليهم، بيقدروا يتخلصوا من وزنهم الزائد، يتخلصوا من ضغط الدم اذا كان عندهم ضغط دم، يتخلصوا من السكر العالي، يقدروا يتحركوا بسهولة عشان هم خفوا وزنهم في ركبتهم، هم اصبحوا قادرين على تحمل وزنهم المعقول. احنا في عندنا عمليات كتيرة استعرضنا اكيد في حلقات سابقة وانتم بقيتوا يعني عارفين معظم عمليات، لكن من آن لآخر نقول كل ما هو جديد. لكن الجديد دلوقتي ان العملية زي بقول ليست هي المفتاح السحري، ليست هي الحل الوحيد. العملية دي هي مقدمة، هي فاتحة امل للشخص عشان يكمل بعد كده. اعمل عملية واعمل يعني عادات غذائية بعد عملية سيئة، اكيد مش استفدتش، ضيعت وقتي وضيعت فلوسي وضيعت صحتي في حاجة ما استفدتش منها، فأكيد العملية دي مش هي اللي، لكن هي البداية اللي بد منها الواحد يخش إلى حياة جديدة إن شاء الله الرحمن، يصلح عاداته الغذائية ويستمر فيها بعد كده. زي ما قلنا سابقا كان في جراحات كتيرة موجودة تحوير مصائل مع رفيعة، في الوقت الحالي بقى يعني استخدامها قليل جدا. في جراحات بنسميها ان احنا بنحط حلقة اعلى المعدة بنسميها الجاستريك باند او حلقة المعدة، في الوقت الحالي استخدامها قل جدا جدا، ان بعد مدة طويلة من استخدامها حصل منها مشاكل كتيرة. وفي الوقت الحالي بيجي لي مرضى عندهم عاملين باند من 10-15 سنة، حاجة من حاجتين، اما حصل لهم مشاكل وتقرح في المعدة من البند نفسها، او ان وزنهم بعد ما كان بقى كويس جدا ابتدى يزيد. حصل حاجة من حاجتين، حصل تقرح مكان الحلقة او البند نفسها، او ان الحلقة هجرت بدل ما كانت موجودة اعلى المعدة نزلت الى نص المعدة او الى اكتر من نص المعدة. فهذه الحالة لابد انا بشيل الحلقة، وفي اثناء العملية انا بشوف اذا كانت حالة المعدة تسمح، مفيش تقرحات، مفيش التهابات جامدة، اقدر اعمل لهم جراحة اخرى عشان اي وزنهم ما يرجعش يزيد تاني بصورة مخيفة زي قبل ما يحطوا الحلقة. المرضى دول انا بقولهم حظهم سيء، حظهم سيء ليه؟ ان هو المعدة بعض اوقات بيحصل ان الحلقة
تعمل تقرح مكانها وتهاجم من بره المعده الى داخل المعده. فزي الحلق شيلها بقى لابد منه. بعض المرضى الحلقه بتهاجم من اعلى المعده الى اسفل المعده، برضه في هذا الوقت لابد نشيلها، ان مفيش فايده منها. وبعد شويه لو سبتها ممكن تعمل نفس العمل مع العين الاول، ان حصل له تقرح والحلقه هاجرت من خارج الى داخل المعده. احنا بنشيلها معظم الحالات بننتظر فتره من الزمن قد تصل الى 3 شهور عشان نعمل عمليه اخرى، لكن في عدد قليل من الناس بيكون حظهم طيب ويكون الحلقه مكانها مش صعب قوي، نقدر نعمل تدخل جراحي ونصلح المعده او نوصل بيها الى حاجه من حاجتين، اما بنعمل لهم كشكشه معده او بنعمل لهم تدبيس. الفرق بين الكشكشه والتدبيس، الحجم المتاح للمعده بعد الكشكشه هو الحجم المتاح بعد التدبيس، لكن الكشكشه ما فيهاش قطع ما فيهاش توصيل، لكن التدبيس فيها قطع ولا يمكن الرجوع فيها مره اخرى. وصل الفيديو اللي موجود معانا بتاع الكشكشة عشان نعرف يعني ايه كشكشة، وبعد كده نشوف الفيديو بتاع التدبيس عشان نعرف يعني ايه تدبيس. اذا بصينا كده معانا هنا دي المعدة قبل ما نعمل فيها حاجة، احنا بنجهزها، ده الغشاء، ده الجدار الخلفي للمعدة، احنا جهزناها خلاص، وبتدي ناخد فيها غرز، بناخد غرز من الجدار الخلفي، ادي غرزة اهي، وبعد كده بنشدها، لما بنشدها الجزء اللي بين الغرزتين بيخش داخل المعدة. اذا بصينا معانا في الصورة كده احنا ادي عندنا غرز في الجدار الخلفي بتاع المعدة، وبعد كده في عندنا ده الجدار الخلفي بتاع المعده، وبعد كده في الجدار الامامي بتاع المعده، بناخد غرزه هنا وناخد غرزه هنا ونشدهم، فهذا الجزء بيخش زي ما شايفين داخل جوه، داخل جوه خلاص. الجزء ده اللي دخل جوه هو اللي بيجعل العيان يحس بالشبع، ان المعده بقت مليانه منها فيها. دي العمليه دي مش عايز اقول ان هي عمليه نمبر 1، لا مش اكيد مش نمره 1، في حاجات احسن منها، لكن هذه العمليه اكثر عمليات امانا بالنسبه للمرضى، خاصه في المرضى اللي وزنهم مش عالي قوي نقدر نستخدمها. دي احنا شايفينها، دي غرزه هنا وغرزه الناحيه الثانيه، لما نشدها ده هيروح داخل جوه، ده الصف الاول، واحنا بنعمل في الصف الثاني. بعد ما بنخلص بيكون الجزء المتاح للمعده من حوالي 30% من الجزء الموجود سابقا، هو نفس الجزء المتاح للمعده بعد ما نعمل العمليه بتاعه الايه التدبيس. نبص كده على الفيديو بتاع التدبيس معانا عشان نعرف الفرق بين العمليتين. الاثنين بيوصلوا لحجم واحد، لكن التدبيس بيكون يعني معدة فاضية من جوه، لكن العملية بتاعت الكشكشة بتكون المعدة مليانة من الداخل بالمعدة نفسها، فالإحساس بالشبع موجود على طول ومستمر. دي العملية بتاعتنا بتاعت تدبيس المعدة. احنا عندنا المعدة اهي، وده الحاجات الموجودة حواليها، المنديل البطن موجود حواليها، بنبتدي نجهزها عشان نقدر نحط الدباسة بتاعتنا. احنا بنستخدم في هذه الحالة جهاز اسمه الهارمونيك، ده جهاز للكي، هذا الهارمونيك جهاز للكي عن طريق الموجات فوق الصوتية، بيقدر يكوي الأوعية الدموية، وبيقدر في نفس الأوان أو في نفس الآن إن هو يقص الجزء اللي هو تم كيه. الالام بعد العمليه بتكون اكيد اقل، لكن اهم من كده ان هو بيسرع او بيختصر وقت شديد في ان اجهز المعده للتدبيس. طبعا كنا بنستخدم حاجات تانية لكنها كانت بتاخد وقت طويل، في حاليا الهرمونيك ده هو اسرع حاجه وامن حاجه. احنا عملنا الجزء الفوقاني بتاع المعده، جهزناه خلاص جاهز، وبنعمل الجزء التاني بتاع المعده. دي الاوعيه الدمويه المغذيه للمعده، احنا بنكويها الاول وبعد كده بنقطعها، وبعد كده بندخل شاشه صغيره عشان ايه لو في اي قطرات من الدم لا تعوق الرؤيه من جوه، وبعد كده بنبتدي ندخل الدباسه بتاعتنا عشان ايه نقسم المعده الى تلتين، تلت بيبقى داخل الجسم وتلتين بناخده الى الخارج. وباكد مره اخرى هذه العمليه لا يمكن الرجوع فيما تم اجراءه منها. ما يجيش حد يقول لي عايز ارجع تاني بعد التدبيس، بعد التدبيس خلاص ما فيش كلام تاني، عين يكون فاهم كده، اهله فاهمين كده وماضي او موقع على هذا الموضوع. دي الدباسه احنا دخلناها، لما بنقفلها ده الجزء بتاع المعدة هو التلتين الكبير، وده اللي موجود في الناحية اليسرى، الناحية اليمنى الناحية التانية اللي هو الجزء اللي هو هيبقى في الداخل هو العبارة عن التلت. هذا التلت اللي ما يبقى داخل الجسم بيؤدي الى فقدان ده الخط بتاعنا بتاع الدبابيس ما بين الجزء الكبير والجزء الصغير. مرة اخرى هندخل الدباسة عشان نكمل ما بدأناه، هذا التلت اللي هيبقى والتلتين اللي هما ايه هيخرجوا الى خارج الجسم. الحجم المتاح بعد التدبيس هو نفس الحجم المتاح بعد الكشكشة، لكنه في توصيل وفي دبابيس مشاكلها مش عالية، لكن اكيد بالمقارنة بين الكشكشة هي اقل امانا، لكن والكشكشة اكثر امانا، لكن اكيد التدبيس هي عملية مفيدة جدا، فايدتها اعلى من الكشكشة. عشان كده الكشكشة بنستخدمها في المرضى اللي هم عندهم البي ام اي بتاعهم مش عالي قوي، 30-35، لكن اكتر من كده اكيد لابد نستخدم حاجه اما تدبيس او نعمل تحويل المسار. العادات الغذائيه بتاع المريض مهمه جدا في تحديد نوع العمليه. الناس اللي هم بياكلوا كميات اكل كبيره في الوقت يعني في وقت قليل، اكيد ان احنا نصغر حجم المعده بس سواء عن كشكشه او عن طريق تدبيس المعده بيكون مفيد ليهم. الناس اللي هم بياكلوا باستمرار بياكلوا كميات قليله قليله قليله، لكن اخر النهار عندهم كميات
كبيره وكالوريز خدوها كبيره. هذه العمليات او هذه النوع من المرضى محتاجين تحويل مسار. انا يعني تحويل مسار بصغر في حجم المعده وبخلي الاكل يمشي في جزء من الامعاء الرفيعه اقل من الجزء الطبيعي. عشان كده العيان عنده تو بينيفيتس من العمليه او فايدتين: المعده حجمها صغر فكميه الاكل بتاعه قلت، الاكل بيمشي فيه جزء من الامعاء الرفيعه اقل عشان كده الاستفاده بتكون فيه اقل. المرضى دول بيستفيدوا جدا من هذه العمليات في ايه بقى؟ ان هم ضغطهم الدم، ضغط الدم بيتصلح، السكر بيتصلح. وفي الوقت الحالي في بعض المحاولات ان احنا نعمل حتى في المرضى اللي ما عندهمش سمنه لكن عندهم سكر نعمل لهم نوع من تحويل المسار، عشان مش عشان يخس، عشان هو يصلح سكره، عشان كميه السكر الموجوده داخل الدم تقل. هذه العمليات في مهدها في بعض الاماكن بقت يعني خاص ستابلايزد او بقت ستاندرد او بقت حاجه قياسيه، لكن لسه حواليها بعض الكلام لسه ما بقاش حاجه عالميه ان العيان اللي هو رفيع وعنده سكر اعمل له عمليه عشان اخلي السكر بتاعه يتصلح. مره اخرى كل العمليات بتوع السمنه اكد عليها سواء عشان السمنه نفسها او عشان حاجه تانية لابد ان تجرى عن طريق المنظار الجراحي، سواء استئصال مراره، استئصال حاجه في الكبد، حاجه في البنكرياس، او عمليه السمنه نفسها لابد تتم عن طريق المنظار الجراحي للحاجات اللي احنا قلناها وذكرناها سابقا.